هنشوف ولا اقل من 5 دقايق؟ خمس دقايق كويس، او يبقى اقل كمان. نشوف. جاهز؟ جاهز. استاذ ياسر، المسرح كله معاك والناس في البيوت معاك، ومعاك 5 دقايق كامله، اتفضل. تمام. اليوم انا هتحدث في 4 محاور اساسيه. هتكلم عن القواعد الكليه، وهتكلم عن النموذج الثماني، وهتكلم عن الاستراتيجيات، وهتكلم عن تجارب الدول في الاصلاح الفكري. ببدا الان ب10 قواعد اساسيه انا هحكم بها نفسي، مفترض تساعدوني ونساعد بعض من خلالها. اولا، اول قاعده، الواقع اللي احنا فيه الان هو نتاج افكارنا ونحن مسؤولين عنه. الامر الثاني، كل الاصلاحات الكبيره في الدول لم تنتج استقرار ونهضه حقيقيه الا عبر اصلاح وضبط عالم الافكار واجراء جراحات عميقه في البنيه الفكريه لهذه الحضاره، النموذج الغربي، النموذج الهندي، النموذج الماليزي. النقطه الثالثه، بناء مستقبل جيد يحتاج الى بناء ماضي جيد. السؤال التالي، هل الماضي جيد يبنى؟ نعم، لابد ان ننقي ماضينا من الافكار المعيقه في اتجاه التقدم. حتى في النص الاسلامي، الامام البخاري هو امام كبير، قدم بابه في البخاري باب فضل العلم على القول والعمل، يعني العلم مقدم على القول وعلى العمل. الامر الثاني، ان الاوهام في العقل اشد على الانسان ضررا من الاغلال في اليد. تعرفون المثل، الانسان ربى فيل صغير، ربطه برباط بحبل صغير، هذا الفيل ظل طول عمره لا يغادر مكانه، متخيل ان هذا الحبل سلسله ضخمه جدا، لانه كان صغير كان لا يقوى على ان ينزعها. هو عاش عالم افكار انه عاجز، لكن ولو حرك قدمه واستجاب لرغبته الحقيقيه كان ممكن يتجاوز هذا الامر. بناء نظام ديمقراطي بمجتمع يعيش في افكار مميته وميته وقاتله لن ينتج نهضه ولا حضاره ولا تقدم. الحاجه الاخيره، ينبغي ان ننظر لاصلاح المجتمع ليس من ثقب السياسة ولكن من فضائه العام، الاجتماع والدين والإصلاح الديني والخطاب الأيديولوجي والخطاب الإعلامي والخطاب الديني. فلا ينبغي أن نحصر المجتمع في ثقب السياسة، بل السياسة جزء من هذا المجتمع. الأمر الأخطر، إذا كنت من أصحاب الرأي أن الاستبداد هو السبب، هذه المقولة تماما هي مقولة أصحاب الاتجاه العنيف والاتجاه الغير إصلاحي والاتجاه الذي ربما يقود هذه الدولة، لأنه يقول بالعربي الفصيح أن الحاكم هو السوبر باور، سيعطي القوة لهذا المجتمع، الحل أن نقطع هذه الرأس. أما إذا كنتم في صف ورأي أن مشكلتنا في مجتمعاتنا، في نخبنا، في مدارسنا، في إعلامنا، في المعارضة، في الخطاب الديني، في الشيخ، في الكنيسة، في القسيس، في المعبد، كلنا مسؤولون عن هذا الأمر. هذه البنية الفكرية تجعلنا نتجه ونجعل الحاكم هو جزء من كل، وبالتالي هنجنح للإصلاح، هنجنح للتراكم وبناء المسارات، وليس إلى الحالة الثورية التي لا عقل لها. أختم أخيرا، هناك فرق بين الثورة والتغيير. الثورة نوع من الغضب، يقول دراز الثورة لا عقل لها، لكن التغيير يحتاج إلى عقل، والعقل معناه أن نضبط عالم الأفكار. أعتقد من خلال هذه 10 قواعد الأساسية يمكن أن نمسك بأول المسبحة، أن إصلاح عالم الأفكار هو المحطة الأولى في إنتاج مستقبل جيد، واقع جيد، سواء بالثورة أو الإصلاح أو الديمقراطية. فالأولا لابد أن ننزع من عقولنا الحشائش الضارة والأفكار القاتلة. أشكركم. شكرا أستاذ ياسر الغرباوي، بشكرك جدا. دكتور ياسر كرمول أهدى.